احنا اليوم فعاليات مؤتمر الشارقة لصعوبات التعلم الرابع تحت شعار تحديات مشتركة حلول مبتكرة. شرفنا الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي في افتتاح فعاليات المؤتمر. المؤتمر بشعاره يسلط الضوء على أهم التحديات والمشاكل لذوي صعوبات التعلم. هنالك عدة جلسات ومحاور وورش تعليمية على مدار اليومين. الجلسات تتناول القياس والتشخيص، الاستراتيجيات الحديثة في صعوبات التعلم. وقعنا على هامش المؤتمر مشروع عمل أدوات تشخيص مبكرة، اكتشاف مبكر للأطفال المعرضين لاحتمالية صعوبات التعلم من سن 3 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهر.